قطعوا ايد الحرامي بس نوبة واحبسوني، وانسرق واحد طمطماية ولا طوبة ايش نقول. الحرامي لما يسمع بالسطور يفزع ويرجع يشتغل ويكون عصامي. اقطعوا ايد الحرامي، الحرامي تتركوه يسرق ويهرب في الحواري، او بصدفة تحبسوه ياكل ويشرب سم هاري من حبوبنا او دمانا اللي فيضة من الخزانة ويحامي له المحامي. اقطعوا ايد الحرامي. عندكم يا مسلمين احسن شريعه طبقوها، هتقول الافرنج دي احكام فظيعه ما يقولوها. اللي يسكن في ودينا يرضى بالجاري علينا، انجليزي او انامي اقطعوا ايد الحرامي. في الحجاز ابن السعود خلى الحفاير والمداين تكرمي من غير حرس فيها الجواهر والخزاين. حد عرضه بحجه دمغه ولا قال له كلمه فارغه من كلامهم او كلامي؟ اقطعوا ايد الحرامي. عالبوليس والسجن كام مليون بندفع؟ احسبوهم وفروهم للسماد والري انفع، وفروهم وافتحوا بيهم مشاغل للي عطلة واللي عاطل، يكفي يا ناس التعامي. اقطعوا ايد الحرامي. فين يا ازهر فين رجالك؟ فين اسودك واقتدارك يلي حكم الشرع من اسباب وجودك واشتهارك؟ اكتفيتم بالوظائف والمهايا والتحايف والتشامخ والتسامي؟ اقطعوا ايد الحرامي.